أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في هذا الفيديو، وأتمنى أن يعجبكم كثيرا، ألا وعالم السيارات. أخذت لكم في هذا الفيديو أول شيء، هذه السيارة، سيارة من نوع بيجو 307 موديل 2001، فقد ب 850 يورو سارت 330 ألف كيلومتر، يعني على ما يعني حسب معرفتي بالمحرك لأي سيارة عندما يصير 300 ألف عليك تجديد قطع غياره أو تبديله، ولكن سعرها مغري جدا. تعالوا لكي نكتشف بعض الصور المختلفة عنها لنرى كاروسوري نتاعها كيف هي. تبدو نظيفة جدا، انظروا حتى لونها جميل يعني، ولكن نسائي أكثر على حسب رأيي، هذا رأيي الشخصي، أنها نسائية أكثر، وهي ذات اثنان من الأبواب في الأمام فقط، ليست ذات أربع أبواب، يعني هي نسائية حتما، لكنها جميلة جدا. انظروا إليها من الداخل، فلنكبر الصورة أحبائي، كبر الصورة، نجدها نظيفة جدا، تبدو نظيفة من الداخل، نعيد الصور هنا. يعني جيدة جدا. انظروا إليها، انظروا إليها، انظروا إليها، جميلة. هل هنالك بعض الصور الأخرى؟ أبوابها مفتوحة، تبدو مغرية يعني بسعر 850 يورو، جيدة جدا. فلنرى بعدها ماذا يوجد في السوق يعني للبيع. سو هذه من هذه أودي موديل 2007 آسيس كومبي ب 3500 يورو، فلنكتشف صورها مع بعض. إليها عجلها من الألمنيوم وبلورها في مي، جيدة جدا، جميلة. انظروا إليها من الداخل، من الداخل، واو، بالديسبلاي يعني ممكن فيها الجي بي اس أيضا، جميلة، بالألمنيوم أيضا، بالألمنيوم، سيارة جيدة جدا. هذا فيها خربشة صغيرة في البلاستيك، خربشة صغيرة ولكن تبدو نظيفة جدا. انظروا إليها من الجلد، الجلد الأسود، واو، من الداخل فيها بعض الخربشات الطفيفة الخفيفة جدا، انظروها فقط يعني. عجلها ما زال جديدا، هذا التيست العجلات يضعون الأورو لكي تروا يعني عمق الإطار. عجلها من الألمنيوم، جيدة جدا، جيدة جدا. سوف أخذ واحدة أخرى على سبيل المثال ونختم بها. هذه سيارة الفولكسفاجن الجولف موديل 2000 ب 700 يورو فقط، نراها قليلا من الداخل ومن الخارج. إليها تبدو في يعني تبدو نظيفة جدا وتبدو في أحسن حال. هكذا فيها أيضا التوف يعني الفيزيتا، يعني يمكن قيادتها فورا. ليس هناك أكثر صور عنها، سوف نرى كم سارت من كيلومتر 216، يعني يمكن قيادتها على الأقل سنتان أخرين، 700 أورو، هذا ثمن دراجة عادية. أحبكم كثيرا، نختم مع هذه السيارة، إلى اللقاء في فيديو جديد، وأعدكم بأكثر فيديوهات مثلما تشاهدون الآن، هذه كلها سوف نصورها مع بعض ونكتشف ثمنها. إلى اللقاء ب 84 بيس أند لاف، أحبكم كثيرا.